زي انفلاماتوري باول ديزيز. انفلاماتوري باول ديزيز هم اثنين: الفراتيف كولايتس وكرون ديزيز. الفراتيف كولايتس ده شنو؟ كرونز ديزيز. طبعا برضو من الحياة الكثيرة ممكن تكون في الجي اي دي. الفراتيف كولايتس هو ميلي ان ذا كولون، ميلي ان ذا كولون، وبيحصل فيها الفريشن، يعني كده يسموها الفراتيف كولايتس. اما كرون بنقول كله من فوق لتحت، from the esophagus and to the anus، كله بيضرب شنو؟ الجي. الكرون بيضرب كل اللير، ميوكوزا، سب ميوكوزا، ومسكولاريس، سيروزا. اما الفراتيف كولايتس بيضرب شنو؟ الفيرست لير، ما بيضرب كل اللير. الارثراتيف كولايتس نمسكه برا وكده نتكلم عنه عشان نتكلم عن الكرون. الارثراتيف كولايتس هو ريلابسينج اند ريميتينج انفلاماتوري ديسوردر. ريلابسينج اند ريميتينج انفلاماتوري شنو؟ ديسوردر. بيضرب دائما وين؟ الميوكوزا، بيضرب ذا كولونيك ميوكوزا، دائما بيكون ضارب شنو؟ الميوكوزا. ممكن يضرب شنو بعدها؟ الصم ميوكوزا، لكن ميل شنو؟ على الميوكوزا. افكت وين؟ اشهر مكان بيضربه هو الريكتم، بيضرب دائما شنو؟ ريكتم. ميل لي افكت شنو؟ ذا ريكتم. عندنا ثاني من الحياه الممكن تكون اللي هو بيضرب برضه الكولون، لكن ميل منه ذا ريكتم. ريكتم اشهر حاجه بيضربه. اسبابه شنو؟ اسبابه هو عباره عن اميون ريسبونس اجينست ذا ميوكوزا، يعني الجسم بيطلع شنو؟ التي ليمفوسايت والبي ليمفوسايت دي يقوم شنو يضربها منه؟ يضرب الميوكوزا بتاعت الريكتم. اذا هو عباره عن اميون، اوتي اميون، هي ان ابروبريت اميون ريسبونس، inappropriate immune response. الحاجة الممكن تكون underline القصة دي ممكن maybe قالوا unflora، normal flora. ذا normal flora برضه شنو؟ يكون عندها دول normal flora القاعدة وين؟ in the colon. برضه هي شنو؟ ممكن يكون underline شنو؟ underline course. الباثولوجي اللي حصل شنو؟ بيحصل هيموريج، عشان كده بيتعمل شنو؟ لور جي اي بليدنج. بيحصل هايبريميك لمنو؟ للميوكوزا. اذا الميوكوزا دي بيحصل فيها هيموريج، بيحصل فيها هايبريميك، تبقى شنو؟ متضخم ولانا دم، ويحصل فيها شنو بعد ذاك؟ الرابشر والبليدنج. مي بي اسوسييتد ويز سودو بوليب انفلاميشن، بيكون عندهم سودو بوليب. اذا كان الريكتم، اذا كان ده الريكتم، بيكون فيه شنو؟ سودو بوليب، فوق لحميات كده. سودو بوليب دي بيحصل فيها شنو برضو؟ انفلاميشن. الانسيدنس بيكون من عمر كم لعمر كم؟ عمر العشرين لعمر الاربعين، عمر العشرين لعمر الاربعين. كثير وين؟ كثير في الناس النون سموكر، لانه في مرضين ابدا ما بيجوا للناس، الناس اللي بيسجلوا في مرضين ما بيجوا النهايه. الارثراتيف كولايتس ما بيجوا، والباركنسون ما بيجوا الناس اللي بيسجلوا. اي دول بيسجل ما بيجوا، الارثراتيف كولايتس ما بيجوا، باركنسون ما بيجوا. دي الفائده الوحيده للتضخيم، لكن غير كده هلوم مجرى، كل الكارسينوما، كل السجبرامات، كتاب الميديسين كله بيجوا، وكتاب شنو؟ السيرجري والاورثوبيديك ذاته بيجوا. المهم لقوا كده، عملوا ريسيرش، لقوا انه اكثر ناس بيجوا ارثراتيف كولايتس هم النون سموكر. ما السموكر؟ لقوا السموكر اصلا ما قاعد يجون ارثراتيف كولايتس. والعكس صحيح في منو؟ في الكورون. الكورون كثير في منو؟ الكورون كثير في المدخنين. اذا انت كان زول مدخن ما حيجيك ارثراتيف منو؟
والله لكن حيجيك كورونا ديزيز ما مجلي ما مجلي من القصه. طيب السيمتومز بيجوا بشنو؟ اول حاجه تفتكر بيجوا بشنو؟ كورونيك دياريا. The first presentation is chronic diarrhea, maybe with blood, maybe with mucus. إذن بيجو بيه chronic diarrhea. Chronic maybe يكون معجنو blood or mucus أو الاثنين مع بعض. الكرونيك دياريا دي حاجه مميزه جدا ولا والله دكتور عندي شنو اسهال كثير. طيب معاه ثاني شنو؟ معاه ابدومينال كرام، معاه مغص ابدومينال شنو كرام. معاها ابدومينال كرام. ثاني معاها الايرجنسي والتينيسموس ودي انديكيت الانفلاميشن اوف ذا ريكتم. الانفلاميشن اوف ذا ريكتم بيسموه شنو؟ بيسموه بروكتايتس. بروكتايتس. البروكتايتس ده شنو؟ ده انفلاميشن اوف ذا ريكتم. العيان بيجيك بشنو؟ بايرجنسي. عارفين ايرجنسي معناه شنو؟ عايز يمشي الحمام سريع. حاسس انه خلاص شنو؟ عنده دايريه. ثاني معاه شنو؟ مع تينيسموس. هي عبارة عن sense of incomplete evacuation. إحساس إنه لسه شنو مش الحمام لكن لسه عايز أرجع تاني. أو بيكون شنو painful sense to incomplete شنو evacuation. إذا دي شنو دي التينيسموس وكون دائما شنو بروكتايتس. بروكتايتس اللي هو ده حق الانفلاميشن of the rectum. maybe يكون معهم fever أنوركسيا ويت لوس معاهم شنو مليز ممكن تكون جاهزه شنو هذا سيمتومز دي ان ذا اتاك. طيب الصاين عندهم صاين مميزه اذا كان اكيوت ولا اذا كان كرونيك. ميبي يجي العيان بفيفا. الفيفا ميبي صاين ميبي سيمتوم صح؟ يمكن فيفا اللي تعرف ايتك يا دكتور. اذا بيكون عندي شنو فيفا ميبي كصاين تاكي كارديا بيجوا به تاكي كارديا. ثاني بيجوا بشنو الابدون بتكون ديستند ولا شنو؟ والافلات ديستند ديستندد ابدومين. اذا اول حاجه بنلقى فيفا وتاكيكارديا ديستندد ابدومين. بعد ذلك بيجوا به من النقطه المهمه المفروض تعرفها كلابينج فينجر. مساكه الموضوع كلابينج فينجر. كلابينج معناتها الابسرتيف كولايتس. طيب ثاني عندهم اورال ألسر. اورال ألسر تغرحات في شنو؟ في الفم. وعندهم اريشيما نودوزم سما اريشيما نودوزا بايوديرما غانجرينوزا. الاثنين عندهم اريشيما نودوزا بايوديرما غانجرينوزا. دي اسمها skin manifestation. اريثيما نودوزا بايوديرما غانجرينوزا دي حقتها تغيرات على شنو؟ السكين. اريثيما نودوزا حمار في الجلد. بايوديرما بيكون شنو؟ صديدية. بايوديرما غانجرينو. في العين بيكون عندنا conjunctivitis. conjunctivitis in the eye. maybe يكون عندهم برضه شنو؟ ايبي اسكارلايتس. ايبي اسكارلايتس. ايبي اسكارلايتس و كونجكتيفايتس. بعدك تاني يكون عندهم مشاكل بتاعت شنو؟ نيوتريشنال يخشوا بديفيشنسيز بيجيب بفيتامين ديفيشنسي وحاجات دي. لكن دي الحاجات الشائعه بيجيب كرونيك دياريا ابدومين الكرام بعدك ايجنسي و تينيسموس. بعدك تاني يجيب كلوبي فينجر بسكين مانيفستيشن اريثيما نودوزا بايوديرما غانجرينوزا. يا في نغمه موسيقيه كده صح؟ ثاني بيجي بيه قلنا شنو؟ الكونجكتيفايتس ابيسكارلايتس في العين. بيجي بيه
انكايلوزين سبوندلايتس برضو انكايلوزين سبوندلايتس بيجيب شنو فيتامين ديفيشنسي. الفحوصات يلا نحن الفحوصات حنقسمها عندنا بلود انفستيجيشن استول تاني بتعمل شنو اندوسكوبي. البلود انفستيجيشن داير شنو سي بي سي مهمه اي اس ار سي رياكتيف بروتين وبتعمل بلود كلشر. استول ليه استول عشان تعمل شنو استول تشوفوا الحاجه البكتيريا اذا كان في و كلشر ناس تشوف الكامبيلوباكتر وشوف شنو الكوليستريدم ديفيسيل والسالمونيلا والشيجيلا اذا كان في. ثاني بنعمل لور جي اي اندوسكوبي. واللور جي اي اندوسكوبي مهم انك تعمله وبتشيل معاك شنو بايوبسي بتشيل معاك بايوبسي. عندهم كرايتيريا بعرفوا بيها على السيراتيف كولايتس عرفوا يسمى ممكن ليش تبحثوا عنها اذا دارين يسموها ترو لوف ان ويت كرايتيريا. ترو لوف اند ويت كرايتيريا دي بيحددوا بيها بعد ذاك شنو على السيراتيف كولايتس سموها ترو لوف ان ويت كرايتيريا فور الاثيراتيف كولايتس. هل هو مايلد هل هو مودريت هل هو سيفير بيعتمد على الدائريه. الدائريه اقل من 4 مرات في اليوم معناها دي مايلد. اكثر من 5 معناها دي شنو مودريت. لو بقت 6 وانت ماشي دي شنو سيفير. وشوفوا بعد ذاك هل الريكتال بليدنج سمول مودريت سيفير. اذا كان سمول دي معناها شنو مايلد الاثيراتيف كولايتس. اذا كان بقت لارج بليدنج معناها دي شنو سيفير. بشوف معاه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين اقل من 110 ولا الهيموجلوبين اكثر من 110. اذا اقل من 110 دي بنعتبرها شنو بنعتبرها سيفير. اذا اكثر من 110 بنعتبرها شنو مايلد. الاي اس ار اقل من 30 دي شنو مايلد. اكثر من 30 دي شنو سيفير. دي يسموها ترو لوف ان ويت شنو كرايتيريا. الكومبليكيشن بتاعت الاثيراتيف كولايتس شنو complication acute and chronic. يلا راح مشكلة الأثيراتيف كولايتس شنو؟ The أثيراتيف كولايتس acutely associated with acute is يعني toxic dilatation of the colon يتضخم القولون. ثاني venous thrombosis عشان كده محتاجين ندي معاهم شنو؟ ندي معاهم للعيانة ديهم بروفلاكسيس from the venous thrombosis. إذن دي acute 2 toxic dilatation of the colon و venous thrombosis. ميجا كولون ممكن يعني لكن بيسموها toxic dilatation زيادة في الديامتر أكثر من 6 سنتيمتر. الكرونيك هل دي هي الكانسر؟ الكرونيك كانسر ulcerative colitis كانسر شهيرة بالكانسر بتعمل كولون كانسر بتيجي في الامتحان يقول لك التحت دي بيعمل كانسر منه اختار منه ulcerative أكثر يعني. اشهر حاجه الكانسر. بعد ذلك يمكن تعمل بايوبسي عشان تتذكر هل في كانسر ولا في كانسر. لكن الكومبليكيشن كانسر وعندنا اذا كان اكيوت 2 قلنا توكسيك دايليتيشن اوف ذا كولون وشنو عندنا؟ الفينو ثرومبوزيس. علاجهم شنو؟ علاج ناس الارثيريتيف كولايتس. قالوا according to the true love and wet criteria if the mild or severe. إذا كان mild ulcerative colitis لا ينبرأ management اللي هو mild. عشان mild بنديهم دواء بيسموه ميساليزين. يدوهم ميساليزين. ذا ميساليزين هو ده شنو؟ من الادويه اللي بيدوها للناس المايلد.
مهم عشان هو بيضبط شنو قصة الدائرية والكلام. بعد ذلك بندي له كيف؟ بندي له بير ريكتر. جيف بير شنو؟ بير ريكتر. ما بندي له اي بي ولا كده. بير ريكتر افضل طبعا. طيب عندنا ثاني اذا كان خايفين من ال انه يحصل اكستنشن للسيرتيف كولايتيس بندي بنتازا. دواء اسمه بنتازا. ده برضه من ضمن الادويه البنتوة. ممكن ندي توبيكال استيرويد. توبيكال استيرويد اللي هو بريدي يسيلون. ندي بريدي يسيلون هذا توبيكال شنو؟ استيرويد. او ممكن ندي له انيما. انيما بالريكتا. ده اذا كان شنو؟ مايل. اذا كان مودريت. اذا كان مودريت بندي اورال بريدي يسيلون. مودريت. دي هنا قلنا شنو؟ بالريكتر ولا انيمو. مودريت بريدي يسيلون برضو. لكن شنو؟ اورال حبوب بلعين شنو؟ بلع. بندي اورال بريدي يسيلون. بعد ذلك تنقصها. بندي 40 ميلي جرام تيبريت لمدة كم؟ 7 أسابيع. يستخدم لمدة كم؟ 7 أسابيع. بيبدأ ب40 ميلي جرام بيردي تيبريت لحد ما تصل شنو؟ 7 أسابيع. يكون شنو؟ أموره ظبطت. بعد ذلك نعمل له شنو؟ مونيتري. نشوف بعد ذلك الحاجات اللي ممكن تتأثر. السيفير. السيفير أول حاجة محتاجين نديهم آي في. سيفير آي في استيرويد. أديني استيرويد بدو آي في. هايدرو كورتيزون. هايدرو كورتيزون. إذا بنديهم آي في استيرويد هايدرو كورتيزون 100 ملي جرام. بكسرها في 100 مل من شنو؟ من الصلاين. 100 مل في 100 مل في 100 مل هو 100 ملي جرام في 100 مل. يعني بندي 100 ملي جرام بنكسرها في شنو؟ في 100 مل من الصلاين ونمشيها له. لاحظتوا ان علاجه هو كل شنو؟ استيرويد. يمكن نقول علاج فقط على سيرتيف كولايتيس هو شنو؟ استيرويد. بتعمل له مونيتورنج تتابعه. اذا تحسن العيان بعد الهيدروكورتيزون تقوم تعمل له شنو؟ تحول ابنه بريدنيسيلون اورالي. ظبط تقوم تدي له شنو؟ كريم ولا انيم ولا اي حاجه. عرفتوا؟ ما انت بتحسنه من كان سيفير تبقي مودريت. مودريت يرجع لشنو؟ للعلاج بتاع ناس الماية. في حاجه؟ دائما ناس الالسرتيف كلها تسيب مشاكل بتاعت مناعه. عشان كده دائما نشتغل بشنو؟ استيرويد. نشتغل ب استيرويد. هل ممكن نعمل سيرجري؟ يس. سيرجري اذا كان العيان شنو؟ خلاص ما استجاب لكل العلاجات دي. فبنعمل حاجه بسموها سب توتال كولكتومي. سب توتال كولكتومي. اذا السيرجري ذا سيرجري از عن سيرجري سب توتال كولكتومي. سب توتال كولكتومي بيعملوها له. ممكن برضه نشيل معانا شنو؟ الإليوم. يسموها تيرمينال إليوتومي. تيرمينال إليوتومي. ده إذا كان فشل في شنو؟ في الميديكال سيرم. أو عيان خش في كومبليكيشن. إذا كان كومبليكيشن إز توكسيك دايليتيشن. خش في توكسيك دايليتيشن برضه محتاجين نعمل له شنو؟ سيجري. طبعا بعد العمليه محتاجين نديه انتي بايوتيك زي مترونيدازول وسيبروفلوكساسين. ده كل الكلام حول الالسراتيف كولايتيس. فيها مشكله الالسراتيف كولايتيس؟ نشوف بعد ده كورون. كورون تقريبا نفس الكلام نفس الحاجات. لكن شنو؟ اختلافهم في شنو؟ في شويه بريدنتيشن. لانه الكروم بيضرب كل
كل الجي اي تي، كل الجي اي تي ذكرون هو عباره عن انفلاماتوري ديزيز بيكون فيه جرانيولوماتوس انفلاميشن، جرانيولوماتوس انفلاميشن كورون ديزيز عباره عن شنو؟ هو انفلاماتوري ديزيز يكون فيه جرانيولوما، جرانيولوماتوس، لكن ما فيه سنتر النيكروز. ما الجرانيولوماتوس انفلاميشن with center necrosis ولا without center necrosis؟ if it with center necrosis دي ناسة tuberculosis يا جماعة، من غير center necrosis ده شنو؟ ده ناسة كورون ديسيس، كورون ديسيس. بيضرب القط من وين لوين؟ من الماوث to the anus كله. جيبه كان بيضرب شنو؟ الترمينال كولون صح؟ بيضرب الريكتم وميل الترمينال كولون. بيضرب ياتو لير كل اللير. إذا الكرون بيسموه كله بالطول بالعرض، يعني بيضرب كله كل الجي اي تي وبالعرض برضه، يعني كل الطبقات شنو بيضرب عليه ضمنه ده الكرون. مشاكله برضه بتدخل فيها شنو؟ جهاز المناعة وتحت برضه شنو؟ الفلورا، يعني برضه عندنا شنو؟ اميون. بيكون دائما برضه نفس القصة من عمر العشرين لعمر الأربعين، لكن كثير مع الناس منه البيدخنون. جيبي كان كثير مع الناس الما بيدخنوا. اذا فرقته الوحيده شنو؟ السموكر. اذا مع السموكر، سموكر شنو؟ سموكر بيرسون. السيمتوم والصاين بيجيبها العيان نفس الكلام، بيجي بيديريا ابدو من البين، وبيجي بشنو؟ فتيك فيفا ماليزا نروفيا. ممكن نلقى شنو؟ نلقى عنده باول تندرنس، باول تندرنس وبريئينال أبسيس، بريئينال أبسيس. بنلقى برضو كلابينج، نلقى شنو؟ مشاكل بتاعة سكين جوينت اند اي بروبليم، يعني نفس الكلام بتاع منه؟ بتاع الأثراتيف كولميتس. إذا لو سألوك ديفرنشال دياجنوز ذا كلابينج فينجر إز بيسموهن انفلاماتوري باول ديزيز. تقول انفلاماتوري باول ديزيز اللي هم الاثنين مع بعض. الكومبليكيشن حقته بيعمل سمول باول اوستراكشن كومبليكيشن، سمول باول اوستراكشن، سمول باول شنو اوستراكشن. ثاني بيعمل توكسيك دايليتيشن زي ما ذاك برضه بيعمل شنو توكسيك دايليتيشن. توكسيك دايليتيشن ثاني ممكن نشك شنو؟ ابسس. ابسس وين؟ ان ذا ابدومين، ان ذا بلفيس، ان ان ذا بيريينال ابسس. ابسس مهمه بالمناسبه. ذاك ما عنده ابسس كثيره، ذا عنده ابسس. بعد ذاك ثاني ممكن يعمل شنو؟ الفيستولا. فيستولا عارفين فيستولا قلنا هي شنو؟ نازور يعني صح؟ الفيستولا ما بتكون بين البلادر والانتستين بيسموها فضايكو فضايك انتيرو فضايكال فيستولا، انتيرو فضايكال فيستولا يعني بين منو؟ بين البلادر و يعني زول بيجي الاستول يخش البلادر، عرفتوا؟ يكون في فيستولا، فيستولا يعني فتحه، فتحه بين شنو؟ بين عضوين. اخر حاجه برضو ممكن نخش فيها كانسر امال نيوتريشن، سي اي كانسر امال نيوتريشن، لانه بيحصل لهم شنو؟ ديريا، الديريا بيدخلوا في مال نيوتريشن. الفحوصات بتطلبها عندنا نفس الكلام، بلود انفستيجيشن، ستول انفستيجيشن، ان اندوسكوبي صح؟ لكن نحن هنا ما حنعمل لور جي اي اندوسكوبي، ما ينفع. هتعمل حاجه يسموها كولونوسكوبي، لانه اللور جي اي حده سيجمويد، حده تيرمينال سيجمويد. انت هتعمل هنا شنو؟ كولونوسكوبي من تحت يوصل لحد شنو هنا. اذا بلوت ستول و كولونوسكوبي، كولونوسكوبي. البلوت داير سي بي سي، داير شنو؟ ار اف تي، ال اف تي، الفحوصات كلها شنو حقات الدم بتطلبها، حتى اي ان ار في الريتين. والتوتال ايون بايندنج كاباسيتي مهمه، عشان تعرف بقى الايون ديفيشنسي اذا خشب في شنو في انيميا. ثاني بتعمل بعد ذاك الستول كلشر
تكلشر الاسطول وتشوف الكونتنت اللي فيه، وتعمل كولونوسكوبي، وبشيل معاه شنو دايما في الكولونوسكوبي بايوبسي، شيل معاه بايوبسي عشان تديتكت اذا كان في كارسينوما في اي حاجه. التريتمنت هاو تو تريت بيشن ويز كرون ديزيز، تعرفين بشنو؟ اول حاجه عندنا جنرال مانجمنت اللي هو فيها ادفايس، وقف التدخين. قبل ما قلت وقف التدخين ليه؟ ما بدخن ذاك اصلا. اذا هنا شنو يوقف التدخين؟ وهنا نديه نيوتريانت لانه بيجي فاقي شديد، بنديه نيوتريانت زين جيف اي في ستيرويد. اذا استوب السموكينج، استوب السموكينج و نيوتريانت، واخر حاجه ستيرويد بالحاجات شنو ممكن ياخذ. الاستيرويد طبعا بنفس القصه، اول حاجه بندي شنو؟ نفس الكلام بتاع ناس ال بندي بريدنيسولون انيما، ثاني اي في اورال بريدنيسولون، واخر حاجه بندي شنو؟ اي في زاجيسيفير، صح؟ بنفس التدريج ده بيمشي له. توبيكال مسوح يعني يمسح له في الانس جوا. في ادويه بيستخدموها فقط لمثل كورونا، ودي تكتبوها. عندنا دواء اسمه اذاثوبرين، اذاثوبرين ده بنديه لناس الكرون ديزيز، بيختصروا في المراجع AZA، بيدوا جرعة من 2 لـ 2.5 ملي جرام بالكيلوغرام. ده إذا كان العيان ما استجاب لشنو؟ للاستيرويد. ده إن ذا كرون ديزيز. يستخدموا عادي يمكن لحد شنو؟ لحد 3 شهور. في أدوية ثانية ميركابتوبيورين، 6 ميركابتوبيورين، وعندنا ميثوتريكسيت. أذاثوبرين إذا ما استجاب للستيرويد، إذا عيان إميونو كومبرومايز أدي شنو؟ ميركابتوبيورين وشنو؟ الميثوتريكسيت. عندنا بيولوجيكال دراج زي الأنتي تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا، أنتي تيومر نيكروزيس فاكتور ألفا، مشاكل كلها بتاعت مناعة. وعندنا أنتي إنتجرين، أنتي إنتجرين وأنتي ليوكين، أنتي ليوكين اللي هو انتي انترليوكين 12. اول حاجه قلنا عندنا انتي تيومر نيكروزيس فاكتور الفا، عندنا انتي انتجرين، عندنا انتي انترليوكين 12 و 23. ده شنو بيدوها اليوم؟ السيرجر ممكن نعملها، ممكن تعملها اذا كان فشل شنو الميديكال تريتمنت. و الكرون ديزيز عنده بور بروجنوستيك، عنده بور بروجنوزيس، اذا كان عمر العيان اقل من 40 جاو معناه ده بور بروجنوزيس، اذا كان الاستيرويد هي الحل الوحيد ده بور بروجنوزيس، اذا عيان خش في بريئين الابسيس ذيس از بور بروجنوزيس، وإذا عيان كان سموكر ده بور بروجنوزيس، ده كله شنو بور بروجنوزيس. عشان كده لو في امتحان وات ذا فولوينج ذا بور بروجنوزيك فيتشر للكرون ديزيز، إذا كان أول حاجة عمره أقل من 40، إذا كان عيان بيعتمد على الاستيرويد فقط ما ينفع علاج ثاني، إذا كان بريئينال
ديزيز اذا خش في شنو في واذا كان سموكر اذا كان خش في الياتيس تيرمينال الياتيس خمسه كرايتيريا بتوضح لك ان العيان دي شنو انه بور بروجنوز تيرمينال الياتيس يظهر طبعا بالصور لحيات مختلفه اللي هو بيعرفوها عندنا اسكيب ليجن اسكيب ليجن اسكيب ليجن ده حقت منه السرطيف لا حقت الكورونا كورونا ديزيز بيعمل اسكيب ليجن اما ده بيسموه ليد بايب صح يسموه الليد ليد بايب ولا ايش ليد بايب اسمه تقريبا ليد بايب بيكون زي الماسوره كده اشيله تظهر زي شكل الماسوره دي في الصور ما اظن في حاجه فيها انفلاماتوري باول ديسيز تقول الكلام المفروض يعرف البور بروجنوستيك كتبتوها مهمه قاعد تيجي في البيست انسر اذا لو منها شديد والله يلا